تمام. صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك. شوف، مش انتوا تلات رجاله بشنامه؟ لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. اما مروان ده بقى فوقعت امه معايا سود عشان خاطر النبي. انا لو ما اشتغلتش بنتي مش هتروح المدرسه. ما قلنا لك مفيش شغل، ما تصدعناش. واحنا فاتحين خدمه اجتماعيه. يا اخوي يا اخوي، الهي لا يذلك ولا يسيئك ابدا. يا وليه شوفي شكلك عامل ازاي؟ ده انت مش قادره تتكلمي اصلا وعايزه تتنسي وتمسحي وتشتغلي. صدقني انا هقدر، لو ما قدرتش يبقى ماشيني. ينعل ابو زنك يا شيخه، مفيش شغل. البقرة بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تقولي برابطة المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا، ده فاضل بقى الواد كبداكي يجيب العربية بتاعته ويوقفها عند سور الفرندة بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انت هقسموني مع الغرابة دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا ولية. بقولك ايه، انا دماغي متكلفة، مش عاوزة الهبل والعبط بتاعك ده. انا مش ناقصة مرسل يا ولية. احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقول لك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي. وبعدين انا جايه لجولي مش ليك يا اساتذه. جولي جولي مين يا الدلعادي؟ الله مين يا ياما؟ ايه وحيا سيدنا النبي، يا رب تروح الحجاز ياما. مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلصوا المصالح اللي عندهم في عرض النبي. خليهم يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين. ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيوني الخصوصي بتاعي اتفرج عليه. وسايبها لكم مخدره. مخدره. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا يا اما خش جوه يا اما. بتضربني. خلاص يا اما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه. افهميه وعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مخ صايده. ما بلاش الاسم ده خيل. ايه هايدي ده؟ تحسوا اسم ميرق كده، تحسوا بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شويه تفط زي الفطيطه دي؟ ويا موقفاك بقى الفه على الفصل خال ولا ايه؟ عشان سكت اللي ما بيتكلمش. طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدني معاكوا. اقعدي 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 يا بنت، استرجلي استرجلي اكتر من كده. خال يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت. سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سند. بصي هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت. ايه؟ تمرين يعني رياضه. وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات. اتيكات اتيكات. الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان، بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليك. فاضل نص ساعه. النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبقى أنا حاسة إني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مرسحيات، اللي هي منهم بتاعت أنت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الآخر بيتها أما بتقع في الخية وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها لو يقف جنبيها. ما تقلقيش، إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتهكرش. يو اتفضلي. أجل هتعلمني الكلام، ما كانت الكلام عندها بايظة أساسا. نجيب من الآخر؟ تحب تقول أنت ولا أسألك؟ اسألني على إيه يا ابني؟ يبقى أنت عايز تتسأل. ماشي. كلمني شوية عن هيدا أبو طالب. ولا نقول جمالات حسناء بطن البقرة. وقول لي، بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاتنين؟ من غير ما تتذاكى. أنا ما كنتش أعرف إن جمالات هي هيدا أبو طالب. وإلا ما كنتش أقدر أرسمها قدامك. اول ما عرفت انها هايدي كانت هربت اصلا. سبحان الله، عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان تبقى شبهها. ولا ال50 مليون حلوين
الموزة حلوة والشيطان أمور. ياسر أنا أول ما عرفت إنها هايدا أجبرتها إنها تسلم نفسها، وكنت هجيبها وأجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو أنا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. أنا متأكد إنها لسه معاك، بس عشان أنت صاحبي وعشان أنا جدع منك جيت أتكلم معاك، لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزارة وهي بتتصرف. عشان أنت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزارة والكلام ده، تعال انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط موسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهوم يا ست القبل. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبر المخ. مش عايز منديل يا ابني، الاقي يسترك. مناديل، منديل يا ابني لا يستر. مناديل يا ابني لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفرودة، رقبتك مرفوعة لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفولة. ايه ده؟ رجليكي إيه؟ مقفولة ازاي؟ مقفولة كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كأني محصورة. ومين قالك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. هي اهلا وسهلا يا مرحبا. ارحب بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنت يا هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، أدبيه وأخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والأخ سيد بقى إن شاء الله اشتغل إيه؟ ابني سوكا حرص وصينه بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. إن شاء الله. مطرب بس انا ما اعرفوش وما شفتوش غير المره اياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش شباب بقى، واحنا اهو جايين من الباب اهو حضرتك. لا مش هو
الله، هو انت ما سمعتش الغنوه بتاعته اللي مكسره الدنيا وماشيه التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيه لو حتى احسن يفتكرنا بنميس عليه. يلا يا ولد. لا 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 خلاص 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 ملوش لزوم. اصل اختي الانسه هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربيه مشروع كبده وسجق. ايوه قصده على عربيه كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر، دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعديه. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه؟ لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له إيه؟ مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف يا عين. انت عارف الخمره ده تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم يبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده هي هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم، من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حجه، الجواز ده اسمه نصيب، شرفتونا. هي ساعة وقولي بالحق وقولي بالحق والله يا قلب أنا سامعتك سامعتك. هي ساعة وقولي بالحق. السلام عليكم يا أبو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الأنسة نجوان. مفيش بح. هو إيه اللي مفيش؟ أيوة طفشت طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا مكمل الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه بالراحه. لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح، غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجة بتغلى زي الحشيش. أنا أدفع 3 مليون ودفتر الشيكات أهو، بس أشوف الوصل الأول. ما تهزاش واسع الباشا، فيش هززان ولا نيل، الدفتر أهو وأشوف الوصل وأدفع 3 مليون. والله والله أنا عامل كده عشان خاطر العشرة بس. طول عمرك راجل قيم يا حاج أبو نجوان.
راجل طيب. حاجة زهرة كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو الله يعمر بيتك. اهو شيك اهو العلوان اهو. اديني الشيك بقى. اهو شيك. يا سلام عليك يا ست الناني. ولا ست تمر حنه في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا ست اسمهان في فيلم الفرح. ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جاي لي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تقلقيش يا ناني ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. اه ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايله واجيب. تعالي بس استني شويه. خدي ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاق، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله، ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا مقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلت ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتتطلق كل يوم. عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. انا مجمعاكم النهارده عشان نتيجه امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. انا بالنسبه لي النتيجه 10 على 10، الاوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزه كمان 10 ايام. ممتاز. اما انا فالنتيجه بالنسبه لي 0 من 10 في كل الدروس اللي انا بديها لها، فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. ازاي دي لعبتك يا هايدي؟ ما عرفتش تتعلم منك ولا حاجه خالص. قص عليك يا كوريا، مخبي عليا يا بنتي ان ما وريتك ما بجاش. انا اللي مستني النتيجه دي بفروخ صدر. تسقطي يا ام زيرو من 10. اهم يا بنتي يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله. علام ايه وهباب ايه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي؟ ما انا مرسياكم من اول، انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، انا تلاقيني في الجدعانه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حط احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك اعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع اسوكه. في ايه يا كبداكي؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت قد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتها؟ ما تفوق كده يا سوكه، شوف شغلك ده. لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكه دول 20,000، تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلومه، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكه. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك بس بقى. سلامك ابداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامه يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. سلام يا شد حيلكم، مش عاوزين حتى انا، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن الثاني. خير يا اخينا؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. وفي يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ انا شريك في العماره.
انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفة صاحب العمارة. معلم عرفة مين؟ العمارة دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركة. روماني مين ومالوش شركة ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفة في العمارة. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العمارة واجيب لك الحكومة نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم تجي على الله مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكاية؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي يعني انت كبداكي. يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسأل عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد يما في البنسيون اكل شارب والحمد لله بدعواتك يما، ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى يما؟ يا ولا يا ولا على يا ولا، وانزل شوف اكل عيش. ما ينفعش كده، الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله وبحوش لك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا. اما بقى عن البت الممرضه ده ايه؟ فلا يا حبيبي، ست ستها تتمنى تراب جزمتك. انت من النهارده بقى هتنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه يما، ولا انا رايح ولا جاي، ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم ده انت معمول لك عمل كلب تافه فيه. كلب ايه ياما قطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الوكب ده كده، جاب لك ال 10000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حر ونار في جتته الواد سلومه الحرامي ده هو. برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايز حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. عقل روحك كده. وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ ها خليك ناصح يا ولا. ادعي لي يا ام، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يحرمني منك. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، عايزاك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه برضك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نتحمل القرف اللي احنا عايشين فيه ده. تتعير فين دنيا واخره؟ مش عايزه اروح معاك حتى انت. والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه؟ ما هيعاشرني وانا ميت. مين؟ طيب يوه يا الدنيا طارت. ايه يوه افتحي. ايه ده خير؟ ازيك يا خير؟ كوريا. ازيك يا سوق؟ عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكا خالتي. ابن ام سوكا؟ يا خالتي. ابن ام سوكا. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجه. اصل كوريا سوكا متضايق ومقاطع الشغل بقاله فتره. متضايق علشان البيت الممرضه اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيه. بقول لك يا سوك، اسمع للخال، هو معاه حق، الحب والحاجات دي خلاص خلص، خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا اما هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيش. ولا اقول لك على كده بحلم بيك، بحلم بيك. شوف الروقان والنبي. اقول ايه؟ اقول في اللي احنا يبقى كفايه عليا. خدها كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ مين اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وجع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوك. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زي زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار، عارفه الست اللي كانت في المستشفى؟ اللي بنتها اسمها نجوان؟ نجوان، هي دي اللي جابت له العقد. ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟ يا ابو دل نجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، اتصلي بجولي دلوقتي حالا. يلا حبيبي بالراحه. بالراحه. طيب بالراحه. بسم الله. استنى. لا استنى. ايوه كده. معلش معلش.
ايه ساكتة ليه؟ لا ما فيش، اصل بفكر انزل القنصلية بتاعتنا عشان اطلع بدل فائد الباسبور بتاعي، ضايع مني ومش لاقياه. ضايع ازاي؟ فاكر يا حبيبي لما انت اتخطفت من عند رجالة جاسم؟ انا بقى طلعت للشقة وقعدت كده بلم هدومي مش فاهمة حاجة، يمكن وقع مني هنا او هنا، ومن ساعتها وانا ماشية بالبطاقة المصرية بتاعتي. البطاقة دي هتعمل ايه؟ انت لازم تطلعي باسبور وننزل نعملهولك. لا 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 لا، ما انت لازم تريح. ست زهقت من القعدة. الله، وبعدين هنزل شوية اجرب المشي، عايز افوق بسرعة عشان الحق جاسم الكلب ده قبل ما يسيب اليونان. ما خلاص بقى يا مروان، سيبنا من حكاية جاسم دي، وبعدين احنا اللي ابتدينا معاه. هو اللي حاكم على نفسه. هقتله. ايه؟ هقتله. خد يا اختي دي فلوس تنكيس البيت، ما انت اللي كملتي وقعد فيه عشان تدفع ايجار، ولا بتتنكس؟ خد. خلاص مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده، ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجب علي. امسكي. هاتي، انت حره. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي، بس ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش بالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداكي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين، دلوقت مفسوخين. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان؟ وهو يعرفها منين اصلا؟ الصراحه اصلا ما صوره جول نزلت في الجورنان، هو قفش علي خلاني كبت له بقى الليله كلها في حجره، ومن ساعتها وهو حاطط البت نجوان دي في دماغه ورشقلها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وسفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ ها؟ انت اللي سلمتيها التسليمه للكبداكي؟ الكلب ماشي. عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغه، يبقى معموزة حلوة وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمشم بره. ما يمكن الست دي ملهاش علاقة بالموضوع ده. ملهاش علاقة ايه يا خيل؟ دي بنت مولع، لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبداكي وصفرته، اللي هيتنشل مطرح ما هي قاعدة يا رب. ايه دي؟ هي الست دي واخدة المشهور رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقدة مع الحكومة اليونانية يعني؟ افرض لهم رجالة. انت بتهزر يا خيل؟ وطي صوتك، سندس ومسوك هيصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي؟ وبيشتغل مع مين وضد مين؟ بقول لك يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه ايه يا كوريا؟ هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، ويا انا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنت مسافره عشان تعملي مهمه محدده، والظاهر بقى انك ما تنفعيش. اللي ما ينفعش ده ما تقولش بس ما ينفعش، انت ما تعرفش كوريا ما تحط في نفوقها حوار. جدعة يا كوريا جدعة، هي وقته خلصي بقى السنة اللي قضيتيها في المخروبة دي، خلصيها على جدتكم. مش هينفع. النبي جولة عشان خاطري، عشان خاطري، ده احنا ولا ايه زي بعض؟ والنبي اختي قولي قولي له ده انا كوري. يعني انا شايفة يا نادر ان احنا ممكن كده يعني نديها فرصة تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز، والفيزا فاضل لها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي؟ ما تظبط كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ انت شايفني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا معايا. بص بقى يا ابراهيم، انا قلت له نازله عشان اطلع الباسبور. يبقى لازم يا نجوان ترجعي له بورق باسبور عشان نبقى مثبتينه صح. ماشي، بس عارف يا ابراهيم لو مروان قتل جاسم انا كده ممكن اروح في داهيه، واستحاله اقعد مع واحد قاتل في نفس المكان. على فكره يا نجوان انا بحب مبادئك قوي، او ربنا ومعجب بمبادئك دي جدا، يعني تقعدي مع واحد مقلب 50 مليون عادي، لكن قاتل لا. برافو عليك يا بنتي. ابراهيم انت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ خير بعون الله، انت بس اهم حاجه وانت نازله تبعتي لي رساله بخط سيرو، ولازم يا نجوان تبقى في الشنطه بتاعتك ورقه فيها العنوان بتاعكم، حاجه بقى شوفي وصل، ورقه توصيل، اي حاجه من الحاجات دي. عنوان؟ ليه؟ مالكيش فيه، نفذي الاول وهتفهمي في قدامي. ما انت لازم تفهمني انت ناوي على ايه، وان انت ماشيني كده وراك وخلاص. ما تعملي يا نجوان اللي بقول لك عليه، هتخسري ايه اكتر من اللي خسرتيه؟ خليكي معايا وانت مش هتندمي. ماشي يا منشوف. قول يا ابراهيم
ماما عامله ايه والنبي؟ ماما مين؟ ماما يا ابراهيم في ايه؟ اه ماما دي بقت زي الفل، او ربنا بقت زي الفل، دي بتدعي لك. على فكره نجوان انا بحب ستي دي شبه امي، وانا بحبها جدا جدا ومتعلق بيها عشان كده، ومتعلق بيك انت كمان. يعني والنبي اخر مره شفتها كانت كويسه؟ طبعا كويسه، ده كانت هتروح الجيم وجبتها بالعافيه. او ربنا انت اهم حاجه بس دلوقتي تروحي تلحقي مروان عشان ما يشكش في حاجه، وما تنسيش اللي قلت لك عليه. ماشي ماشي، يلا حبيبي، يلا سلام. مع السلامه. سلام. استعان على الشقه بالله. يا جماعه انا مش هقدر اكمل لوحدي، انا حاولت معاها وفشلت تماما. مفيش حاجه اسمها فشلتي يا هايدي، وبعدين لاحظي ان المره دي ما بقاش في وقت. حبيبتي انت لازم تركزي وتتعلمي وتنظفي مخك، يعني مستقبلك انت وهايدي متعلق بين ايديك. حتى حياتك العاطفيه مهدده بالخطر بعد ما سكبداكي بتاعك ده سابك وراح لخطفت الرجاله نجوان. ومروان اللي ضيع من عمرك سنه كامله في السجن وخلاكي سوابق من غير ما تعرفيه ولا يعرفك، لازم تاخدي حقك منه. جرايا كوريا في ايه؟ هو احنا بنقول لك ذاكري حساب مثلثات؟ بنقول لك اتعاملي زي البني ادمين؟ احنا هنعلمك كل حاجه واحده واحده، بس فتحي دماغك كده معانا وركزي شويه. انا هعلمك اصول الدلع وازاي تكوني ليدي، وانا هعلمك السلوك وازاي تتعاملي في الشارع وفي الاماكن العامه، وانا هعلمك تتكلمي بشكل راقي زي كده. الاساس انا هعلمك انجليزي واتيكيت، وانا بقى هبقى مسؤوله عن لبسك وجسمك وشكلك الخارجي وعن المقشه دي. انا بقى هحكي لك عن مروان بيحب ايه وبيكره ايه. ماشي. طب لو ما عرفتش كده يبقى هايدي هتقضي بقيه عمرها بالسجن، وتبقى السنه اللي ضاعت من عمرك راحت هدر، ومروان اللي ظلمك عايش مستمتع بحياته، وتفضلي بيئه زي ما انت، وهترجعي بيتك اللي هيقع، والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. يبقى كداكي خطيبك ده طار للابد. كفايه خلاص.